مرحبا، معكم أمي زكريا من فنيدة عكار. اليوم بدي أحكي لكم موضوع كتير مهم وهو إعادة تدوير النفايات. أن النفايات بتشكل خطر كبير علينا وبتلوث الطبيعة، بتلوث البيئة وبالضرر وبيرجع كله علينا. أنا مزعج عن الأشياء اللي عملتها أولاً، مثلا مثل ظروف الدواء، مثلا عملتها مثل اللوحة. نموذج الثاني مثلا مثل البيت السيدي، فينا نعمل كتير اشياء كمان. وهيدا نموذج الثالث عن المكممات اللي احنا عنلاقيها بالشارع. انا جبتها رجعت عقمتها وقصقصتها وعملتها زهرة، وفي غلفتها بمعلبات ورق الفوم وورق الكرتون اللي عم كنيه. وهيدي بعد النموذج اللي انا عملتها، انتو كل واحد قادر يعملها ببيتي. وانا بدي اتشكر جمعيات المنطقة اللي كانوا عم يشتغلوا بهذا الموضوع، مثل جمعية معنى خير، جمعية زهرة الأشياء، وأنا بشجع كل شخص يشتغل بهذه الأشياء.